اهلا بحضرتك. انا بدايتي كانت في المسرح، تمام. بدات اعمل عروض مسرحيه زي عفاريت نص سوا، كنت بعمل بروفات في مكان اسمه استوديو عمر الدين، يعني استوديو في وسط البلد، وكنت بعمل بعرض في الحسابير او ساقية الصاوي. بعد كده بدات لما دخلت الجامعه بدات امثل بقى في مسرح الجامعه وكده. فكرة طبعا اتعرفت متأخر، يعني اللي هو بدأت بقى ايه امثل اسماعيل ياسين كفيديوز كترفيه وكده، فجت معايا من هنا يعني. بس انت عموما يعني خريج برضو قريب، حوالي 24 سنة، قلدت الفنان قريب يعني، والموضوع بعيد عن دراستك. من خلال سنة بالظبط جت صدفة كده، عملت فيديوز تشالنج تحدي يعني، فمن هنا بدأت بقى التعليقات حابين الموضوع، لا كمل استمر عايزين نشوفك تاني كده. أول فيديو بقى لإسماعيل ياسين حكايته جت إزاي؟ يعني مين اللي لفت انتباهك أنت شبهه؟ قررت تعمل فيديوهات أنت؟ اللي لفت انتباهي أختي الصغيرة، هي كانت بتحب إسماعيل ياسين جدا، كانت بتقلده، فمن هنا انا بدات ان انا اخد الاداء منها، ولا يعني عيدي تاني قدامي اعملي كذا اعملي كذا. بدات باول فيديو ليا كان مونولوج عايز اروح، اللي هو طب اديني كوبلة لا ولا كوب، المونولوج ده بس. من هنا المونولوج ده جاب فيوز كويسه جدا وانتشر بشكل كبير. ميك اب خالص، هو اللي بيشوفني بالاداء بالشكل اسماعيل ياسين تمام بيفتكر انه انا مثلا بيتعمل لي ميك اب ارتست ولا الموضوع، وبيتحط لي مكياج والكلام ده، لا انا ما بستعملش اي حاجه، يا دوبك انا بس برجع شعري وبالاداء بعرف ان انا ايه اجيب الشكل والشخصيه كويس. بالمؤثر ابيض واسود. بالمؤثر الابيض واسود، لانه يعني الفكره في اللي هو الجو زمان اللي هو الكلاسيك، الابيض والاسود ده الناس بتحبه جدا. ولا واحنا اتعودنا نشوف اسماعيل ياسين ابيض واسود، بالظبط. ممكن الالوان تفرق ممكن شويه. الالوان تفرق يعني، عملت فيديو قبل كده الوان جاب 3 مليون كان بالوان، بس هي الفكره الناس حابه تشوف حاجه لاسماعيل ياسين الفتره دي. عموما بقى يعني ايه اكتر التعليقات اللي جات لك على فيديوهاتك؟ اكتر تعليق جالي على فيديوهاتي كان حد، يعني حد قابلني في وسائل المواصلات وقال لي يعني انا من معجبينك، وانا من معجبينك مش قد معجبينك، واختي الصغيره تمام بتحبك جدا لدرجه ان هي تعرف اسماعيل ياسين من خلالك انت. يعني هي ما تعرفش اسماعيل ياسين اصلا، هي عرفت اسماعيل ياسين من خلالك انت، بالنسبه لها اسماعيل ياسين. في ناس بتنادي بقى عليك باسم اسماعيل ياسين، بتحسسك ان انت هو يعني. كتير جدا يعني، هو عايز اقول لحضرتك في المكان في المنطقه عندنا، في لما بروح حتى اعمل اوديشن هنا في المهندسين، لا بلاقي اسماعيل ياسين سمع، لا بتتقال لي كتير جدا يعني. في ناس ممكن ما تقوليش عبد الرحمن مثلا، تقول لي يا اسماعيل ياسين، تقول لي يا سمعه، من كتر ما هم متاثرين بكاركتر التركيبه اللي انا عملتها. طب انت نفسك بقى في المستقبل تحقق؟ في المستقبل يعني اليومين الجايين باذن الله هقدم في معهد الفنون المسرحيه، انا حابب ان انا ادرس بقى حاجه انا بحبها، يعني انا في حقوق حاليا، بس الفكره بقى ان انا يعني حابب ان انا ادرس حقوق فنون مسرحيه، بس يعني انا حابب الدراسه نفسها، ان انا اقرا كتب عن الفنون المسرحيه، وانا مقتنع جدا بمقوله الاستاذ نور الشريف اللي هو موهبه بلا دراسه لا شيء، فلازم ان انا انمي موهبتي.